السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان الحلقة: التعبير عن تركيز المحاليل، التركيز بالنسبة المئوية. التعبير عن تركيز المحاليل: هناك حاجة ماسة للتعرف على كمية كل مكون من مكونات المحلول، المذاب والمذيب. الجهات المختصة مثل وزارة الصحة تقوم بدراسة مدى نقاء مياه الشرب طبقا للمعايير العالمية والتي تحدد كمية المواد المسموح بتواجدها في مياه الشرب. وهناك طرق مختلفة تمكننا من قياس كمية المذاب والمذيب بشكل دقيق جدا، ومنها النسبة المئوية الكتلية أو النسبة المئوية الحجمية. النسبة المئوية الكتلية: ماذا نعني بقولنا أن لدينا محلول مائي من السكر تركيزه 20% كتليًا؟ نعني بذلك أن كتلة المذاب وهي السكر تساوي 20 جرام مذابة في 80 جرام من المذيب وهو الماء، ليتكون محلول كتلته 100 جرام. وبذلك النسبة المئوية الكتلية للمذاب هي كمية المذاب بالجرام الموجودة في 100 جرام من المحلول، وتقاس من خلال المعادلة التالية: النسبة المئوية الكتلية تساوي كتلة المذاب على كتلة المحلول ضرب 100. النسبة المئوية الحجمية: عندما يكون المذيب والمذاب في الحالة السائلة، يمكن التعبير عن تركيز المادة المذابة بالنسبة المئوية الحجمية، وتقاس من خلال المعادلة التالية: النسبة المئوية الحجمية تساوي حجم المذاب على حجم المحلول ضرب 100. ويجب الإشارة إلى أن كتلة المحلول تساوي كتلة المذاب زائد كتلة المذيب. المثال الأول: خفف 10 مللتر من الأسيتون النقي بالماء ليعطي محلولا حجمه 200 مللتر. ما هي النسبة المئوية الحجمية للأسيتون في المحلول؟ الإجابة: نقوم أولا بكتابة القانون. النسبة المئوية الحجمية يساوي حجم المذاب على حجم المحلول ضرب 100. الأسيتون النقي في هذه المسألة هو المذاب، أما المحلول فيكون حجمه 200 مللتر. نقوم بالتعويض المباشر فيصبح النسبة المئوية الحجمية 5%. مثال آخر: يوضح الملصق على زجاجة ماء الأكسجين وهو مطهر أن تركيزه 3%. كم عدد المليلترات من H2O2 وهو ماء الأكسجين الموجودة في زجاجة حجمها 400 مليلتر من هذا المحلول؟ الإجابة: نكتب في البداية العلاقة، وهي النسبة المئوية الحجمية تساوي حجم المذاب على حجم المحلول ضرب 100. نجد أن 3% هي النسبة المئوية الحجمية، وحجم المحلول هو 400 مللتر. نقوم بالتعويض في القانون ونجد أن المجهول هو حجم المذاب. حجم المذاب في هذه الحالة سوف يصبح 12 مللتر. وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة، وإلى اللقاء في حلقات قادمة إن شاء الله.